اكتر الحاجات اللي بتميز الانثى وبتخليها مختلفة وبتخليها حقيقي في بعض المواقف اكثر حكمة من الرجل هو ذكاء ومكر النساء. وطبعا ذكاء ومكر النساء ممكن يستخدم في حاجات سيئة وممكن يستخدم في حاجات ايجابية، ولكن من اكتر الاشياء اللي لازم تتعلمي انك تستخدمي فيها ذكائك كأنثى هو في المواقف اللي هتتعرضي فيها مع زوجك، في كذا موقف او كذا شدة، يعني انا مش عايزة اقول خناقة، ممكن تتعرضي بيها مع زوجك وبتحتاج استخدام الذكاء الانثوي وذكائك ومكر الانثى بشكل جدا عميق. فعشان كده حلقة النهاردة هقولك مواقف هتقابلك سواء كنت متزوجة حصلتلك قبل كده او مخطوبة هتحصلك، محتاجة تستخدمي ذكائك العاطفي ومحتاجة تستخدمي لباقتك كأنثى مع زوجك عشان تمر الموقف بسلام. بالعكس، انت ممكن تدي لجوزك درس بطريقة ذكية تلاقي بعد كده تعامله معاكي اتحسن وجودة حياتكو كمان اتحسنت. بس قبل كل حاجة، لو انتوا مشتركين في القناة يا ريت نشترك، نفعل زر الجرس ونعمل لايك للفيديو ده ويلا بينا. طيب خليني الاول احكي لكم على حاجة كده انا اتعلمتها. كنت حضرت مرة كورس مع استاذ جاسم المطوع اللي اكيد كلكم تعرفوه، هو اكتر حد يعني يعتبر من زمان او من وانا صغيرة هو بيتكلم في الامور اللي ليها علاقة بالخطوبة والزواج، وهو يعتبر من الناس اللي حمستني اصلا اني اهتم بالموضوع ده، جزا الله خير عنا كلنا. هو راجل معتدل جدا وطبعا اغلبكم تعرفوا. انا كنت حضرت معاه كورس كان بيتكلم عن ميثودولوجي او طريقة تفكير، سبحان الله الواحد كانت في باله بس يمكن ما كانش في باله التقسيمة، يعني انتوا عارفين لما تبقى حاجة انتوا حاسينها او فاهمينها بس مش قادرين تعرفوا التقسيمة الصح ليها. هو بيقول ايه؟ بيقول ان اغلب النساء مشكلتهم الاساسية في المواقف او الخلافات مع زوجها انها بتواجه وتقاوم، او يعني زي بيقولوا في خلاف. فهو قال ان مش كل المشاكل وكل الخلافات وكل المواقف بتستلزم زي ما بيقولوا موقف مباشر، او بتستلزم زي ما بيقولوا اكشن، يعني انت لازم تاخدي اكشن مع الزوج، او يعني من الاخر خناقة او يعني اي حاجة سيئة، لا هو يا كذا يا كذا. فكان بيتكلم ان مثلا على سبيل المثال لو في صفة معينة سيئة عند الزوج التعامل معاها بيكون باربع محاور. في المحور الاولاني اللي هو كله معروف اللي هي المواجهة، وان انت تكلميه وتقولي له لا انا مش عايزة كذا، انا ده بيضايقني، وده عادة الناس كلها بتعمله في الاول او بتلمح له في الاول. ولما بيؤدي الفشل، يعني على سبيل المثال مثلا سجاير، لما بيؤدي الفشل ما ينفعش بقى ساعتها التكرار، يعني ما ينفعش انك تبقي في خانه الزنانه او في مثلا ان انت طول الوقت بتقولي له طول الوقت بتقولي له وتبقى خناقه وطول الوقت بتتخانقوا عن الموضوع. يعني هو الموضوع خلاص، يعني هو انت قلتي له وفهمتيه ووضحتي له الناحيه الصحيه والناحيه الدينيه، وهو الراجل مثلا للاسف مصر على الشيء ده، هل في حلول تانية ممكن تتعاملي معاها مع مشكله زي التدخين؟ اول حاجه اللي احنا قلناها اللي هو علاجها، ان انت تحاولي تعالجي المشكله. طب ما نفعش، يبقى في حل تاني اللي احنا ممكن نسلكه وهو التقنين. يعني ايه تقنين؟ يعني انت تبداي تقنيني الموضوع، يعني يبقى في اقل حدود ممكنه. يعني مثلا لا والله طيب ماشي، انت التدخين تعرف ان هو سيء وكذا، فارجوك مثلا ما تدخلش داخل البيت، والله ارجوك دخن مثلا بس في البلكونه، ارجوك دخن والاولاد مش موجودين، ارجوك دخن في الاماكن المفتوحه فقط، وهكذا. انك بتحاولي تقنني الموضوع انه ما يكونش لا مش مفتوح، هو شيء مضر وشيء كذا واحنا مش بنتقبله. وده دايما انا بقوله يعني انت لستي مجبره انك تتقبلي كل شيء سيء زوجك بيعمله. انا اعرف ستات كتير مثلا جوزها بيتفرج على نتفليكس مثلا، وطبعا في مشاهد، ف دي حاجه صعبه بصراحه. في ستات كتير ماشي بتاعي بتقول له كذا، فهي اقل اضعف الايمان ان هي تقول له والله طول ما انا قاعده معاك ما تشغلش النتفليكس ده، او طول ما انا موجوده ارجوك ما تشغلش الحاجات دي، لان الحاجات دي بالنسبه لي انا لا اتحملها ومنفره، وانا مش عايزه الشيء ده يتفتح قدامي اصلا على سبيل المثال. يعني طبعا كل واحد بقى، انا مش بتكلم في حته دينيه، انا بتكلم على حل مشكله. طبعا النقطه اللي بعدها، طيب ماشي قننا تمام، باي سبب قننا، ساعات ما بينجحش للاسف، يعني ظروف الراجل ما بينجحش،
طيب ايه محاولة توظيف المشكلة؟ يعني ايه توظيف المشكلة؟ هي طبعا ما بتنفعش في كل الحاجات، في كل المشاكل، في مشاكل معينة ينفع فيها جدا التوظيف، في مشاكل ما ينفعش خالص فيها التوظيف. توظيف المشكلة بمعنى مثلا ايه؟ طيب والله احنا مثلا محتاجينك تدي محاضرة للشباب مثلا مراهقين، ان هم ازاي يبتعدوا عن فكرة ان هم يبتدوا يدخنوا. يعني بما انك مثلا مدخن قديم، احكي لنا مثلا انتوا، احكي للشباب او ازاي تمنع ان حد يروح نفس السلوك ده. وده ساعات بيستخدموه، يعني بيجيبوا ساعات مثلا بعض المجرمين يستخدموه، مخبرين بعض مش عارفه ايه يعملوا ايه، معروفه السيناريو اللي هو التوظيف. او مثلا على سبيل المثال، مثال حي قوي ممكن تشوفيه في حياتك، لو ابنك مثلا بيضرب اخواته عنيف جدا، ايه الحل في توظيف المشكله دي؟ هو طاقه ان مامته مثلا تشترك له في مصارعه، في نادي حر، هو مثلا طول الوقت قاعد عمال، دي من اكتر المشاكل اللي بتتعرض لها ستات، كل شويه عمال يطلع لها الايه الفسافيس اللي في البيت. اوكي، ايه الحل مثلا؟ والله تقولوا ايه ده مثلا المسجد بتاع المسجد اللي جنبنا بيبنوه، محتاجين ناس تساعدهم في مثلا الترتيبات وكذا، اي حاجه بقى، المهم ان هو يروح يطلع الطاقه بتاعت ده اللي مش نظيف، ده اللي، يعني انا اقصد انه الشيء اللي معقدك من جوزك تعرفي توظفيه. في حاجات بتنفع التوظيف، في حاجات ما تنفعش. يبقى في عندنا حل التقنين، وفي عندنا حل التوظيف، واخر حل بقى للاسف لو العلاج ما نفعش، التقنين ما نفعش، اللي ايه؟ الصبر والدعاء. يعني في حاجات كتير لازم حلها في الدنيا دي انك تصبري عليها. يعني مثلا كتير مثلا زوجات، زوجة كويس جدا وكذا وكذا وكذا، هل مثلا هتسيبه عشان السجاير؟ يعني انا ماليش طبعا، انا مش بفتي، بتكلم ان هو انسان كويس قوي، هو في الاخر دي حاجه بينه وبين ربه، هو ربنا هيحاسبه عليها، ده شيء يرجع لها. بس احيانا هو ما فيش غير صبر ودعاء، فلازم تجربي تحلي الحاجات، يعني تكوني اذكى في حل المشكلات. ادي ده اول موقف بتتعرض له الست وازاي تتعامل معاه، وهي مشكلات الزوج. تمام، نخش على الموقف اللي بعده. اكتر الحاجات، المواقف اللي بتتعرض لها الزوجه مع زوجها هو التنمر، او ان هو مثلا يتريق عليها، انه يتريق على شكلها، انه يتريق على لبسها وهكذا. طيب في الحاله دي انت عندك حالتين بتحصل. الحاله الاولانيه وهو بره في مكان عام او قدام اهله او انا مع مهما كان الراجل قال او عمل، انا لا، انا بقول لك اهو، عارفه لو انت ناويه نيتك انك مجرد هترجعي البيت هتاخدي ورقتك وتمشي، انا اقول لك ماشي، بس ما تتكلميش في الموقف، كوني الاخر نفس، انت المحترمه، كوني الاخر ثانيه، ما تخليش لحد غلط عليكي، وحش قوي قوي قوي. يعني شوف احنا مثلا لو تخيلي لو اتنين، واحد مثلا قال لمراته حاجه، قال لها اصل انت ما بتفهميش، ما انت حماره مثلا، تخيلي لو هي قامت قالت له ده انت اللي حمار وستين حمار، تخيلي الموقف يعني المهزله، ودي زعقت وهو قام زعق، هل دي حاجه كويسه؟ يعني هو في الحالتين هي حاجه بشعه، والراجل ده طبعا مش صح، واللي بيعمله ده سلوك غلط، بس ما تنزليش، يعني ما تقلليش ابدا يعني فكرك ولا مستواكي. والله بقول لك اهو. طيب تمام، عندك بقى حلول كالاتي. طبعا اصبري تماما لحد ما ترجعوا البيت. اوكي، عندك حل من الاثنين، انت عارفه هل الراجل ده تحسي ان هو مستعد ان انت تتكلمي معاه؟ يعني هو لو في هياج عصبي، ممكن يكون مثلا كنت انت اليوم اللي قبله مثلا عملتي كارثه، مثلا عملتي حاجه فخليته مثلا يدفع مبلغ كبير مثلا، فهل انت عامله حاجه كبيره مخليه الراجل ده غاضب جدا؟ يعني انت ممكن تكوني عامله شيء، هو طبعا ردت فعله ابدا مش صح، بس هل في شيء مخليه في حاله غضب؟ يعني ده مش الطبيعي بتاعه. والله مثلا في شيء معين، خلاص يبقى انت محتاجه تصبري لحد ما يهدى. واثناء الصبر ده لا، ما تكونيش على السوله، يعني اعملي الحاجات الاساسيه. يعني ايه؟ اكلك، بتطبخي، بتعملي، اعملي الحاجات الاساسيه، لا تبلغي ولا تقللي عن المستوى الطبيعي. يعني عارفه اللي هو الميديوم بتاعك انت، والله كنت بتنظفي بالطريقه الفلانيه، بتعمل اي اكلات معينه، مش هتعملي له اكتر اكله بيحبها، ومش هترمي له علبه تونه. يعني ايه؟ انت بتعملي بالليفل الوسط بتاعك، اللي هو انا دلوقتي انا لسه ما خدتش اكشن. تمام، وطبعا وشك كوشك، ان انت يبان عليكي انك زعلانه شويه، لا حقك طبعا، طبعا لازم تكوني يعني يبان ان انت انا في شيء محزني. تمام، لحد ما مثلا يمر على الموضوع الوقت اللي انت شايفاه مناسب، 3 ايام مثلا لو هو في حاله غضب. اوكي، لو هو مش في حاله غضب لا كلميه عادي،
اوكي هتروح لوحدكم خالص تقولي له بص بغض النظر عن السبب ما تسيبيش ابدا الباب مفتوح. يعني ايه؟ مش تقولي له دي بقى مشكله دخلت الستات على الرجال، انا عمري ما كنت اتخيل انك انت تكلمني انا بالطريقه دي، هو انت اصلا كنت تطور تتجوزني الله يرحم شقك. يا هي بتدخل داخله، اولا هي كمان بتحاول بقى ايه تتشفى، بتبقى عصبيه مش عارفه ايه، فبتضيع الفرصه ان هي يبقى ليها حق كمان. فابدا ما تعمليش الطريقه العاطفيه، لا انت محتاجه تكوني قمه في الهدوء والذكاء في الكلام. تدخلي عليه تقولي له مهما كان السبب، يعني ايوه انا متفهمه اني ممكن اكون عملت حاجه غلط، ممكن يكون رده فعلي ما كانتش مفهومه، ممكن يكون اليوم اللي قبلها انا مثلا اخطات في حقك. انت مش بتقولي بقى كل الكلام ده، انت بتقولي كلمه واحده، مهما كنت عملت انا ما كنتش اتخيل ان اسلوب الحوار يوصل بينا انك تقول لفظ زي كده، وخصوصا قدام اهلك. انا ده شيء ابدا ما احبوش، وخصوصا منك، مفروض ان انت جوزي اكتر انسان بتخاف عليا وبتحترمني، فده شيء حقيقي احزني وخلاني من جوايا في شيء مضايقني، وفي نفس الوقت انا رافضه الشيء ده تماما. فانا عايزه اعرف ايه السبب، وهل الشيء ده انت هتكرره ولا لا، او تقولي بس ايه السبب، وبعد ما يخلص السبب تقومي قايله له انا الشيء ده انا اسفه انا رافضه تماما، او تقوليش انا اسفه انت مش اسفه ولا حاجه يعني، او تقولي له الشيء ده انا رافضه تماما انه يتكرر. فمن فضلك يعني حاول تشوف بقى انت ما بتقدرش تسيطر على غضبك، ولازم جوزك يوعدك لو ما خدتيش اكشن زي كده في الموقف ده هيبقى دي يعني انا بقول للستات انت فاكره انا هقول لك يقولك اصله شتمك وهو زعلان، اصله كان بيهزر، لا يشتمك ولا يشتم اهلك ولا يغلط فيكي ولا يمد ايده. في حاجات كده خطوط حمراء، وانا قلتها كذا مره، في خطوط حمراء للراجل. انا عملت فيديو كامل عن الحاجات اللي انت ما تقبليهاش من الزوج. مين قال ان انا قلت لكم يلا يشتم ويعمل؟ لا طبعا مستحيل يعني، وان هو يتعهد يعني زي كانه كده اللي هو ايه هيمضي ورقه ان ده شيء مرفوض، وتفهمين ان الشيء ده مرفوض تماما، ووشك يبقى ثابت عشان فعلا تكسبي رده فعل صح، او فعلا الراجل ده عارفه تيكت فيري سيريس. انت عارفه الراجل انت لو كنتي عاطفيه في الكلام ممكن اقولك ان الموضوع يعني ايه عاطفيه في الكلام، لا عادي يعني العاطفيه في الكلام انت انا ممكن اقولك ان هو ممكن يكررها، اللي هو ايه على فكره ما كنتش عارفه ايه، ممكن يكررها. عارفه لو انسان عارفه لما الام تروح لابنها وتقوم مبرقه قايله له، انت مش هتبرقي له بس عارفه الكلام الحازم اللي هو ايه، لو عملت كده تاني ما انتاش خارج. عارفه الواد بيتقيت تحس انه يعمل على نفسه، عارفه اكشن الام، في حين ان هي ايه لما بتهزر معاه وتقول له بطل بقى وتقوم مثلا ضربه كده، لا الولد ممكن يكرر يعني، بيبقى عارف ان الام بتقول له ايه بس في مجال، لا انا عايزه الاكشن اللي هو الحازم كده. تاكدي انه مش هيتجرأ، يعني ان هو مش هيتجرأ لو هو حريص عليكي. لو الشيء ده للاسف اتكرر تاني وكانت حاجه من الخطوط الحمراء، انا بقول انا بتكلم ده خطوط حمراء اوكي، لان لسه في تنمر نوع تاني اللي هو التنمر الكوميدي ده هقوله يعني. خطوط الحمراء لا، الموضوع كبير، الموضوع كبير يعني، ممكن تاخدي اكشن بقى زي ما انت عايزه، عايزه تقعدي مثلا كذا يوم في الاوضه بتاعتك ما تكلموش، عايزه ان انت تروحي لاهلك، عايزه تدخلي حد براحتك، ده حاجه ترجع لك وترجع لظروفك. بس اغلب ليه انا بقول كده وليه انا بحس ان في مواقف لازم ست تكبرها بالذات في الاول، لان في ستات بتقول لي كلام، تقولي جوزي بيضربني وبيهني ما هو اكيد مش من يوم واحد صحي الصبح اول ما اتجوزها امهنها، لا هو الموضوع بيجي تدريجي، يعني بيجي تدريجي، فبيلاقي ردة فعلها عاطفية الموضوع يبقى واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة. واذا كان راجل لا، في رجالة سيئة الخلق طبعا، انا مش شايفة انه طبعا انت بترجعلك، انا مش هقول واحدة يلا سيبي جوزك عشان بس ما اخدش ذنب حد، بس في حالات لا فيها الجواز يعني صعب، يعني ليه الواحد يفضل في العذاب ده، في حالات لا. فانا ما اقدرش، دي تبقى كيس باي كيس يعني، لازم الحاله تبقى انت عارفه كل دواخلها وكده، بس في حالات بتبقى صعبه. فانا بتكلم عن الغلطات اللي هو الاهانه قدام الناس، الحاجات صعبه. في بقى حاله تانية اللي هو الهزار، اللي هو ايه مش عارفه ايه، وانت مش عارفه تختختي ايه كده وبقيتي دبدوبه بس بضحك، يعني
في ست ممكن جوزها يكون بيهزر معاها الهزار ده، اللي هو مثلا ايه انا هتجوز عليكي مثلا، دي من اكتر المسحات اللي الرجاله بتحبها قوي مثلا. تمام. في بقى ايه اللي هي في مسحات ليها علاقه بالاكشنز، اللي هو ايه انا هسيبك وامشي، انا هتجوز عليكي، انا مش عارفه ايه، اللي هي الحاجات اللي بيبقى ايه هو بيبقى بيحاول يقول لها اه دي صاحبتي مثلا او مثلا زميلته في الشغل دي بتموت فيا، هو بيبقى بيستفزها، فانا مش معاها خالص، دي بتبقى هزار ومعروف ان الراجل بيهزر. انا عدم يعني ما تبينيش ردة فعل من الذكاء الانثوي، اللي هو طبعا انك تظهري انك واثقه في نفسك، ده بيبقى الراجل منتظر منك ان انت تكوني غير واثقه في نفسك، استفزاز عادي. ثبات بقى انفعالي، اللي هو تقولي اللي هي الحاجات اللي هي بقت ست تقوم مهزره، تقوم قايله لها تقوم مثلا ايه في مثل كده عندها تقول لك اللي خدته القرعه، يعني تقوم مهزره معاه تقول له ايه ده بجد الف مبروك بقى، انت هتعزمني ولا لا مثلا. في ستات كده دمها خفيف تضحك معاه، مثلا تقوم قايله له مثلا يقول لها ايه 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 انت مثلا ايه بقيتي مبقلظه مثلا، بس بهزار كده يعني، فتقولي له والله ايه الحمد لله صحه ما شاء الله لحسن تحسدني مثلا يعني. فهي ممكن تقلب الموضوع بهزار، وحتى لو انت عارفه ان انت محتاجه تخففي وزنك، ده بقى بينك وبين نفسك يا ستي خففي وزنك مفيش مشكله، بس انا اقصد مش تتهزي يعني، مش اللي هو ايه اللي هو تاخدي الموضوع. في رجاله في الاول بتمرر اللفت النظر عن طريق الهزار، وده بيبقى زي ما بيقولوا تذكره كده خفيفه، اللي هو مش هتدلعينا بقى وتلبسي لنا حاجه زي المغنيه دي مثلا يعني. فايه في ستات بقى تسهلي ها ولا انا مش عاجباك يعني ايه، لا يعني هو خلاص هو الراجل غصب عنه بقى شاف كده حاجه اتضايق ان ايه قال لك يعني يا ريتك تلبسي لنا حاجه، فقام قايل حاجه، فانت انا ساعتها مش ما تنهريش، بس خلاص انت افهمي ان جوزك ايه الفترة دي كده ايه محتاج انك تركزي شوية، فخلاص. لكن انت ما تديش ردة فعل ان انت تهزيتي، ده هو اصلا بيبقوا بيلعبوا على فكرة ان انت تعملي ردة فعل ان انت اتهزيتي او انت اتضايقتي. فدي نقطة مهمة جدا ان يبقى عندك صفات انفعالي، اوكي تاخدي النقطة في حزب في عين الحسبان، تشوفي ازاي تشتغلي على النقطة اللي هو لفت نظرك ليها، بس ما تعمليش اكشن سريع وما تعمليش ردة فعل. طيب مثلا جوزك قاعد يقول لك مثلا على لبس معين على طول ده مش حلو خالص، لا اللون ده مش عاجبني، عادي تقولي له اه طيب تمام حبيبي على فكره اوكي، هو انا كنت فاكره انا بحبه وكذا وبحب اللون ده، انا كنتش عارفه انك ما بتحبوش، ما عنديش مشكله اوكي هبقى البسه في وقت تاني، وعادي تخشي تغيري مش عيب يعني. يعني انا مثلا خارجه مع حد كتير من الزوجات بتقول لجوزها كده، يعني بتبقى رايحين مثلا يزوروا مامتهم تقول له لا بلاش تلبس كده، حاول تلبس فورمال شويه، حاول تلبس الطقم الجديد عشان يبقى شكلنا رايحين مهتمين بيهم، يعني هي دي حاجه متقبله من الزوج والزوجه، بس انت كزوجه لما تقوليها لجوزك بتبقى شايفه انها عادي، لكن لما جوزك يقول لك لا بلاش الطقم ده او بلاش كده بتاخديها بقى ده حريتي ده مش عارفه ايه ده، هو ممكن ما يبقاش قصده يعني، مش كل مره او احيانا الراجل بيبقى يعني، طبعا في رجاله غيوره او رجاله كذا، وفي راجل بيبقى بيشوف حاجات هي الست ما بتاخدش بالها، هو بيبقى شايفك حلوه قوي مثلا في الطقم مثلا يعني، فخديها كده خديها انت غيران عليا يعني، حتى لو عايزه تمشيها كده مشيها كده، بس انا اقصد انت دايما تحاولي تاخدي كلمات الراجل في الحتت اللي ينفع تروح فيها، يعني لو ينفع تقلبي الكلام انه ضحك وهزار اقلبيه شويه، لو ينفع تنفضي يعني زي ما بيقولوا ايه تكبري راسك اللي هو ايه بيقعد يقول لك مثلا حاجات كتير، ونضفي وبعدين اعملي الاكل ماشي اوكي تمام، انت عارفه انه بيقول كده وخلاص، يعني كتير من الزوجات اللي بقى لهم 10 سنين تقول لك ده هو يجي يقعد يقول لك الاكل طعمه مش عارفه ايه والبيت مش عارفه ايه وهو لا بيعمل ولا بيساوي، هي الست خلاص بقت عارفه ان هو بيطلع طاقته. كتير من الرجاله بيبقوا مثلا في عنده مشكله في الشغل، وزي ما قلت لك حاسس ان هو ما اثبتش نفسه اوكي، عنده مشكله في الشغل عنده، فبيبقى غضب. من الحاجات الثالثه النقطه الثالثه اللي مهم جدا، الموقف الثالث تاخدي فيه اكشن مع الزوج، لو لقيتيه بيكلمك بنبره صعبه، يعني مثلا في موضوع عادي جدا بيتكلم بغضب جدا، موضوع عادي مثلا اللي هو ايه الولاد عايزينك يوم الجمعه تفسحهم، افسحهم ايه هو انا مش عارفه ايه هو انت مش شايفاني مش عارفه ايه، بيتكلم بغضب جدا. كتير من الزوجات ما بتفهمش ان ده بسبب حاجه اصلا سبب تاني خالص، مشكله مع مامته، مشكله مع زميله في الشغل، كان جاي له بونص واتلغى، هيمشوه، عنده دين، عنده قسط ما اتدفعش، ممكن يكون هو مش عايز يقول لك، ممكن يكون هو مش قادر يقول لك، ممكن يكون هو حاسس ان هو في عجز في حياته، ان هو حاسس ان هو البيت ده هو مش قادر يوفر له كل شيء، احيانا بتبقى التأثير. فانت في ساعتها قولي له بهدوء خالص ما تكمليش بقى، هو انت بترد عليا كده مش كفايه ان انا العيال مستحملاهم، هو يبقى قرفك وقرف العيال. الله اكبر علينا الى المأذون الشرعي، هي دي للاسف اللي بيؤدي للانفصال.
فبهدوء خالص تقومي قايله له بص انا حاساك متعصب جدا، انا هاجل، بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي لما تهدى، شوف انا هسيبك شويه، ولو حابب اعمل لك حاجه او كده، ولما تبقى رايق ان شاء الله نبقى نتكلم، الموضوع مش مهم قوي خالص دلوقتي، كانك اه بص تمام يعني اتس فاين اي ويل مانج ات، انا هتصرف خلاص، انت روق كده وبعدين نبقى نشوف. متاكدي ان 90% من الرجاله تبقى رده فعله الغاضبه السريعه، يعني اللي هو بيبقى غضب كانه الكلام كان في بقه وطلع كده، عارفه الطريقه دي الزوجات عارفينها، ده 90% بيبقى مشكله خارجيه، هو مش كده طبيعي. الموقف الخامس لما الست تطلب كتير، اوكي ده برضو تاثير تاني، يعني ممكن ما يكونش مشكله شغل، هقول لك بقى المشكله في ايه. اما الست تبقى بتطلب كتير وكذا وكذا وهو حاسس باهمال منها ليه، سواء بقى اهمال عاطفي او اهمال بدني، يعني ساعات بتبقى ردة فعل الزوج الغاضبه قوي دي بسبب نقص جنسي، يعني ان هو حاسس ان انت مهمله جنسيا، ودي بتحصل بالذات لما الزوجه مثلا تبقى لسه منجبه وفي ولاد صغيرين وكذا وكذا والبيت مبهدل وهو مثلا ما بتدوش وقت كويس ليه، دي بتمثل مثلا يعني اوقات معينه في الزواج بالذات بيمر بيها الازواج، زي فاكرين حلقه ان احنا عملناها اللي هي اخطر فتره بيمر بيها الرجل وكده، دي بتبقى فترات معينه في الزواج بتبقى جدا صعبه، فضروري ان انت تتفهمي ده، فمحتاجه برضو تكلميه انت بعد ما يهدى تقولي له ايه السبب، انت في حاجه مضايقاك الشغل؟ لو قالك لا الشغل تمام وكله تمام، طيب في حاجه مضايقاك في البيت؟ طب انا مضايقاك في حاجه؟ ستة تقولك هو انا مقشم شويه سرق، يا ستي خليه يتكلم، يعني انت ممكن تكوني بيرفكت بس انت بتتعبي في الحته الغلط، يعني انت تكوني يعني عماله تنظفي البيت هو ولا فارق معاه البيت ولا حاجه، هو زعلان مثلا ان هو لما بيجي ما لاقيكيش مثلا بترحبي بيه مثلا، حاجه تافهه جدا مثلا، او ما بتشكريهوش، بتلاقي في الاخر حاجه ديتها دقيقه، فحاولي تخليه يتكلم، الرجاله صعب جدا يتكلموا، فانت لازم تقعدي يعني تدادي فيه، عارفه الطفل اللي يبقى مخبي حاجه عملها، تقعدي تدادي فيه لحد ما يطلع الكلام. طبعا ده اللي هو استخدام الذكاء في المواقف الحياتيه، طبعا بقى انك تحلي الحاجات دي هتكون بقى انك تعدي ليها تبقي الطف وهكذا، دي الحلقات اللي فاتت بقى استخدمي بقى الاساليب التانية اللي احنا قلناها، بس اعتقد كده انت عرفتي ازاي المواقف ما تتحولش ان شاء الله لخناقات. اكتبوا لي تحت في التعليقات ايه تاني مواضيع حابين نتكلم فيها، وما تنسوش تشتركوا في القناه، ولو عايزين تسالوا على الدرس بتاعي هحط لكم تحت القايمه اللي منها الدرس، واشوفكم على خير، مع السلامه.